اللي تعلمنا فيه في بحر الملكات. نحن المصباح الشرقي هو عبارة عن الجهاز اللي عندنا حسب ما تنقلنا الشديد شو يخلي الارتباط بين صحيحات كولاجين متوازي على
الارتباط بين الضعف وبين الشيء تزعل بعضها وتتمطط القانون وتضطر يعتقد القانون الذهبية آخر شيء بس تتمطط كثير شو بصير في عنا بصير. إحنا عم نعمل مراجعة سريعة مع هاي بس هاي الحلقات اللي بتنزرع بالقرنين وجيت بالنهار مرة الماضية بزرع الحلقات مو حلقات شو بيساوي؟ القرنين حتى بهيك شو بدها تتحرك شو؟ حطينا حلقة هون حلقة موضوع سطحي، فما بترجع مثل الطبيعي أحسن من الإنسان اللي عنده قانون تطير دون حلقات هو لا يستغني عن النظارة، ولكن نحن نخفف نظرة النظارة أو هو الكسر النظارة ونحسن الرؤية مع النظارة ونحسن الرؤية بدون نظارة، الزوغانات بتخف كثير شغلة عظيمة، وفي عنا الليزك هذا اللي مسحر فيه البصر فمن أخذ جزء من القرنية في المخالفة هذا سطح القرنية اللي هو بحدة زيادة خلنا جزء منه يعني قديش لكل ميكرون نحن نبخر قديش لكل كسيرة نبخر 12 ميكرون يعني مثلا إذا بدنا خمس كسيرات اليوم قديش نبخر 60 ميكرون القرنية قديش سمعتها 500 ميكرون يعني شيء بسيط ليش وهل الإنسان يستغني عنه هاي زراعة قرنية اللي حكينا عنها هاي التهاب القرنية المفاطي المفاطات تخلوها بالمفاحين عندها تنبسط هاي شكرا مكان الضوء صغير وكان في قلب التهاب القرنية تنبسط مفاصلي التهاب القرنية تعود إلى الأرض عين أنا بتذكر اللي حكينا عنها القرنية اللي بنامه وعيون منشور مسكة تأمين من يحرام إنه عين الأرنب هم عينه المغمضة أحسن من الإنسان الطبيعي فالإنسان اللي بينام عينه مفتوحة بسبب شغل الزوجة القحي السابع أو جحود أو غيره شو بصير؟ بصير عنده تقرح لأنه بتفقد قرنية هلا اليوم حنحكي عن الحاطة الغنية هي كيزا فلاشة شايفين ما أجمل الصورة أنا بعتز فيها هاي صورة كيزا فلاشة في صورة ما بتشوفوا صورة بهذا الشكل كلها عضوين منظر آخر إذا نحن واللون الحلقة بيختلف كمان فهي الصورة كما ستشاهد هلا ما هو الدرس الثاني قديش ضمان الثانية؟ ما شاء بس هاي المقدمة مهمة ليش؟ لأنه ستوضح ما بعدها التهابات القرنية تكون إما جسمية أو غير جسمية أو فطرية هذا هو منظر القرحة القرنية تبدأ القرحة أول شيء لما تصير قرحة بيصير ارتشاح في القرنية ظهارة القرنية ثم أنا اللي هي الخط الدفاعي الأول سحجة بسبب شو؟ في مرضى بحطوا أصابعهم بعينهم كل يوم بيهموا على سير الملاصق أو بيرجعوا على المسار بحطوا بتتسحج بعد عن ذلك أسباب أخرى من دخول الرمل والكبار والشروح إلى آخره بس تسحجت القرنية شو بصير؟ بفوت الجرثومة الجراثيم ما بتقدر تتجاوز الزهارة إلا بعض الجراثيم مثل الهيموفيلوس انفلونزاي والسحائيات والمنيات اللي بيختلفوا الزهارة السليمة ولكن هو سحجة بسبب استعمال عدسات واسطة وللأسف بحطوا لي عدسات مشان يغيروا لون عينهم ما لهم بحاجة لا بيروحوا بسحجوا بيروحوا بيروحوا عينهم بيحصلوا على ندبه ومشكلة كبيرة فإذا هذا الجرثوم فات وقعد فهلا هذا الجرثوم شو بيصير؟ أول شيء بيرتشح بالقرنية بعدين بتتقرح القرنية وبعد هيك بيصير ألم شديد ليش؟ لأن القرنية معصبة 600 مرة هي أكثر من أي مكان على سطح جسم الإنسان شوفوا نظرا لأهميتها الكبيرة فيها تعصيب الغزير فإذا ألم شديد خوف من الطيارة دماء ظهور مفرزات خاصة إذا ترافقت بالتهاب بالمنطقة وطبعا الترافق بالتهاب المتحمى عن عاجلا او عاجلا لان الجرثوم موجود في العين فمفرزات قيحيه رمص بنسميه رمص شو هو الرمص؟ هو مفرزات مخاطيه مع الجراثيم فبصير لونها اخضر او اسمر ففي هي عباره عن قيح هذا هو اللي بسموه شو؟ الرمص مع دمع وخوف من الضياء والمريض من المتألم بشكل يلاحظوا لون الملتحمة كيف احمر إذا احتقان شديد والاحتقان أشد طبعا يكون عند الحلق هون عند شو الحلق؟ هو المسافة الواصلة بين القرنية والسلة فهذه المسافة بيناتهم حوالي 1 مللي 1.5 مللي
بصير شفافة. هون حول هالمنطقة اللي هي حافة القرنية فبسموها الحوف أو اللمبوس. فهذه المنطقة شو بصير فيها؟ احتقان شديد بالهواء يسموه احتقان حوفي أو نمي أو هضمي. ليش؟ لأنه الجسم الهضمي واقع تحت. تمام؟ ممكن نسأل وين هذا الجسم الهضمي؟ ما علمته لي. شلون شو؟ راح تشوفوا الجسم الهضمي لاحقا هو تحت اللم. ماشي؟ هاي المنطقة هون احنا فيها الجسم الهضمي هذا بتشوفوه لاحقا. إذا هل تترافق هذه القرحة باعتقاد حيشكي المريض من تشوش الرؤية؟ طبعا لأنه شايفين الحقيقة كيف في حوالينا الارتشاء وتتأثر الرؤية طبعا حسب مكان القرحة. تمام. هو تبدأ القرحة أول ما تبدأ قصة العائلة بتبلش بارتشاح. وهون في كريات بيضاء في بنشوفهم جسمهم مو معركة دايرة بس انسمح تبعها. واحتقان مالك. بعدين بتصير شو؟ أمر. في البيت الأمامي ما بيكون في وجع لسه ما لحقت شيء. هلا القرحة شكل مدور أو بيضاء أو غير منتظم. يتوضع الجسم في حوافه التي تتوسع باستمرار. وتتوضع القرحة إما بمركز أو جانب. فلذلك نحن شو بدنا نعمل حتى نشوفها؟ أحيانا تكون بشكل خادع، تبعد القرحة ما بين منيح. فشو بنعمل حتى نشوفها؟ ماذا سلاح حتى نستعمل حتى لو أنتم ما عندكم اطباء مثلا؟ بتقطعوا قطرة فلوريسين أو بنعمل يعملوها بشكل شريط ورق ورق وعليه شو فلوريسين بنحطه على الملتحم بتتلون العين بدون ما تمارين تتلون العين فإن تلوين القرحة بواسطة الفلوريسين يسمح بإضاءة المنطقة المعرضة للإبيتريوم في القرنية ويساعد على وضع التشخيص ويسر ابتزال الفقر بل تطور الحالة. نشوف عم نعطي علاج والقرحة عم تكبر. كيف نعرف عم تكبر؟ ممكن ما نشوفها فعلا لأنه شكلها ممكن يكون فعلا ما كثير واضح. ليش؟ لأنه القرنية كلها شفافة شوية لون مرتبة دائما. هاي القرحة وشايفين الفلوريسين هاي المادة الزرقاء هاي هي المادة اللي لونها أصفر. لونت شو؟ لونت القرحة. شايفين القرحة هون؟ شفتوها القرحة؟ هاي حافة القرحة وهي القرنية ما نبتلونة. شو القصة؟ هذا الفلوريسين إذا القرنية سليمة الزهارة سليمة بنحطه على عين نقطة بلون مثل كيس نايلون. أما إذا هالكيس النايلون فيه قطعة قماش جزء منه مسطور وتحته في قطعة قماش. صفرنا هالكيس وجوا شو فيه قماش. ورشينا الفلوريسين وغسلنا بيروح من كل القرنية النايلون بس وين بده يضل مسطور وين؟ على قطعة القماش اللي هي المنطقة المعرضة من القرنية المعرضة من شو؟ من الزهار. هذه شايفين وين موضع صغير جانبي. لاحظوا الاحتقان الشديد الرمص هذا الاصفر الاخير هذا الاصفر الاخضر ليش بسبب الفلوريسين؟ مع احتقان شديد بالملتحم يزيد شايفوا لحظه من المحيط الاحتقان شو اقل ما قربنا على الحوف يصير يزيد باتجاه الحوف وكمان الحوف يبدا شكلين شو بتشوفوا هون؟ شو شايفين هون؟ هو كلياتهم احنا ما بيسالنا عنهم هي متلونه بالفلوريسين. لاحظوا الحادثه بدأت الأوعية الدموية تدخل إلى القرنية. ليش عم تفوت على القرنية؟ لأنه فيها كريات بي فهي إذا انصفت يا التوعي من القرنية تفوت عند الرجل تستريس القرنية تيجي الجيوش المتهمة لتنقص المخرج. فهون تفقد القرنية شفافيتها بهاي الارتقاء طبعا. وإذا وصلت القرنية للمركز فهي ستوسع على القرنية بشكل. هلا هذا المريض كيف الرؤية عنده؟ شو رشة قليلة، ما هي بسبب مفرشات بيده معه، شوية احتقار وزن بالقرنية كلها، ولكن الرؤية أحسن من هذوليك اللي قبله، احتقان شديد، نعم. أكثر بكثير ليش؟ لأنه قليل، إذا ما
دكتور بالصورة اللي قبلها محيط القرنية ما تقرح؟ محيط القرنية فوق ما تقرح؟ فوق؟ ايه؟ لا لا هون نقطة حساسة فلتة لون النار. هذا الخط الأخضر فوق. هذا اللون الأخضر هو الدمع. الدمع موجود عند حافة الجفن فوق وهذا نسميه نحن النار الدمع. عند حافة الجفن في خط من الدمع وعند الحافة السفلية كذلك نفس الشيء. شو اسمه هذا؟ نار الدمع. هلا هاي القرحة ما ملونة ماشي؟ هيك شكلها. ممكن احنا شوية الاتجاه البسيط ما نلاحظه إذا ما انتبهنا، لذلك احنا ملونة. بس هون أنا أعطيك مفهوم مشان تشوف، مشان اللي سألوني عن وجود خلايا في البيت الأمامي، أنت بتوجد خلايا في البيت الأمامي؟ هاي خلايا في البيت الأمامي. فبنشوف سوية قيحية بتكون عقيمة قبل أن تصير، ما في جراثيم، بس كريات بيضاء. بفعل الجاذبية شو بتعمل؟ بتتجمع وبتنزل إلى الأسفل وبتعطينا منظر سوية، يعني في شيء بقلب العين هندسي. ليش؟ لأنه السائل الجسم ما في سويات، دائما شو عبارة عن أشياء منتشرة، بس هون بالعين طبعا ساتر، فأي شيء له وزن شو بيعمل؟ بتتوسع بالأسفل سواء قيح أو كريات. فهذه سوية قيحية تكون عقيمة قبل الانصقاب، هاي بوكيو عقيم قبل الانصقاب. بعد الانصقاب شو بيصير؟ بيصير غير عقيم. هي اسمها سوية قيحية، يعني ما كثير زمان تقول اسمها، لأنها تكون عقيمة قبل الانصقاب. بس هي اسمها سوية قيحية. لاحظوا، اسمح لي، لاحظوا الاحتقان هون باين كيف انه عم بخف باتجاه المحيط. ملاحظين الأوعية؟ كل ما قربنا على القرنية شو عم يصير فيها؟ عم تزيد. تفضل دكتور. هلا الاحتقان احنا بنشوفه بالفلورسين، يعني لونه بنفسجي ولا هون زياده بال ما بعرف. الاحتقان ما بنشوفه بالفلورسين، احنا ما عم نحقنه بالاوعيه، احنا عم نقطر قطر بالعين، فبس نغسلها بتروح القطر، الا بتوزع وين محل تعري الزهاره بياض الزهاره عن القرنيه، الاوعيه ما لها علاقه. يعني مثل التصوير بالفلورسين للاوعيه موضوع ثاني. يعني احنا كيف عرفنا الاحتقان بالصوره؟ بنلاقيه باين بالنظر، هذا ما بيدور. نتفرج هيك على العين، الحلو بالعين انه بنشوفها مباشرة ظاهرة القسم الأمامي، القسم الخلفي بده تصوير ومستعمل الفلورسين بقاع العين والشعر. أما هون نحن مجرد نتفرج هيك شو بنشوف بالأوعية الأمامية. حدا عم يسأل؟ تمام، بس ننسخر بالقرحة، جسم اللي بالقرحة بشكل قلب العين. هون غلط خطير بيهدد العين كلها. وصفات الجسوم بقلب العين اللي يعطيها مثل القلابية. ليش ما في أوعية دموية في الخلط الزجاج؟ فبيتعبى الخلط الزجاج بالقلب وتفقد العين إذا لم نقل بأنقاذ المنقل في الزجاج. بس ممكن سؤال؟ نعم. وليش أنها هي عقيمة إذا نحن صار في تحت تزحل؟ يعني مشكلة صار في تزحل صار في ردود الفم. ما فهمت عن اسمه. ليش هي عقيمة الإصابة هون؟ عقيمة جربوا أخذوا فاتوا وسحبوا منها، إذا ما في انسحاب لقوها ما في جراثيم بس كريات. شو سوى الاحتقان؟ مو صار احتقان حول ملتحمة هون، شايفة الملتحمة كيف ملتقية، بصير أيضا احتقان بالقزحية. كل جسم عماله شو؟ يتداعى بإنقاذ النقل. فهل الأوعية المتسعة شو بتعمل؟ تمرق منها الكريات البيضاء وتفوت على البيت الأمامي، تهاجم القرحة من الداخل ومن المحيط هون كمان بتفوت القرنية. شايفين كيف القرنية متغذية؟ الكريات البيضاء بلشت تدخل بقلب القرنية والأوعية الدموية حتى بتفوت ورقة القرنية إذا استطاعت. فإذا تقرحت القرنية واحتقرت حتى غشاء الجسم فإنه يتطبق في قاع القرحة حويصة الأسود. بنشوفه بنفحص شو بنشوف في قاع القرحة حويصة الأسود. هذا شو بخط الدفاع الأخير في القرنية لأنه هو غشاء نتيف يمنع دخول الجراثيم، بيقاوم العوامل الفيزيائية والجرثومية والكيميائية كلها بالقرحة. لكن كمان لأن تقدر يتحمل صار هو عالي لحاله في قاع القرحة فيتطبق تحت وطأة الضغط العالي ما في شيء يسموه فقط نشوف حواس لا هذا في لحظة معينة فرق بين الساعة العطس شو السر بيمزق هذا الإشارة ويشعر المريض بدفقة من سائل دافئ على خده ويخف الألم من ضغط المنزل وتتشوش الرؤية بشكل
ليش؟ لأنه بصير انعدام العلاقة البيت العماري سواء اللي جواته بتتعب العدسة بتتعب وشو صار؟ تتشوشوا هدول ثلاث شغلات شو بدلونا؟ أنها انصغرت وبعد ذلك ما زال يحدث هاي القطحة مصبوبة شايفين هون القطحة مصبوبة في القرن فانصغرت شو صار؟ القزحية شو بتعمل؟ بتقرب لقطة وبتسكر شفتوا كيف أنا عملت؟ تسكر بتنمش بعد هيك قال زوايا الجسم البولي عم تفرز باستمرار خلط مائي لا تتوقف هي فبتعبر بتعبر البيت العماري بتعبر يرجع بينفتح السد هذا النزول فتحصل دفقة أخرى من خلط الماء برات العين فبيرجع بيسكر وهيك بيفتح وبيسكر شو اسمه هذا؟ اسمه ماسورة القرنية ومنه أحيانا تتفتح برات طبعا هذا وضع خطير لذا لما نشوف هذا الحويص الأسود في قاع القرحة هذه مرحلة خطيرة في تطور القرحة تهدد بالانتقال لذلك هذا المريض فورا بس شوف هاي الشغلة شو ضروري على المستشفى بالمستشفى شو رح يعملوا؟ يحطوا على نفس العصب الأحسن منيح بحطوا غشاء إنه يوصل والأحسن منيح بحطوا غشاء إنه يوصل فريش هذا بيجي مجمد ما أنا مجفف والأحسن منيح بيعملوا زرع قرني إسعافي هذا طعم إسعافي فقط لها لغة لأنه القرنية محلة قرنية نظيفة مؤقتا بينما يصير التئام وطبعا كل شيء بنعود بنعمل هذه الإجراءات لا يمكن تنعمل إلا شو لازم بسرعة على مشفى حالي إسعافي لذلك هذا الحويصة الأسود بقاع القرحة شو اسمه؟ اسمه قرحة مهددة بالانفجار تكتبوا هيك هذه هي القرحة المهددة بالانفجار شايفين؟ شو سوينا القرحة المهددة بالانفجار؟ اللون الأسود هذا اللون البني شايفين؟ لك القرحة شفتوا؟ القرحة متلونة فوق والأوعية الدموية هاجمة على القرحة ما انسقطت القرحة فهون لازم بسرعة نتحرك حدا عنده أسئلة؟ خروج السائل يعني سقط ولا مهدد إذا خرجت سقط كيف بده يخرج إذا ما مسكوبة؟ طبعا عندنا انسقط دكتور فتق القزحية بنعمل له شيء شو بنعمله بالمشفى؟ نحن بنسكر العين بعدسة لاصقة أو غشاء دكتور بعد ما تنسقب بيروح اللون الأسود؟ نعم بعد ما تنسقب القرنية بيروح اللون الأسود؟ طبعا بعد ما نحط علاج كذا تسكرت تسكر ونجحنا يعني بالعلاج تسكرت القرحة شو فيها العين بيروح اللون الأسود، اللون الأسود هو النمط الغير رشادي اسمه بس أكثر من غيره بواسطة غشاء أمنيوسي فريش طازج فممكن يتعبى وبيروح وهي مسكوبة في لون أسود ولا لا؟ وهي مسكوبة قبل العلاج إذا مسكوبة أو غير مسكوبة إذا مهددة بالانصقاء أو مسكوبة بدنا نشوفها منظرها هاي القرحة مسكوبة هون في عدسة بقلب العين والعدسة عم تطلع برات العين يعني هذا شكل هلا شو تطور القرحة؟ هلا القرحة بدها تمشي بتتطور وتزيد وآخر شيء عالجناها بالعلاج هلا حنحكي فيه شو بده يصير فيه بالاخر؟ بدها تشحن، فتترك معناها ندبه، وهذه الندبه بتكون شديده حسب شده الحاله وحسب حسن العلاج، كل ما عملنا علاج حسن كل ما كانت الندبه شو غيميه بسيطه قد لا تؤثر تاثيرا على الرؤيه. اذا كان من العلاج اقل فعاليه بدها تكون قرح اكثر بينشغل مع الرؤيه الدمويه او ما في رؤيه دمويه شايفين، اما اذا فشلنا فشو حتتوقع تطلع حالة قرنية والندبة بيضاء بسموها مثل البورسلان فرفول يعني بسموها أو البورسلانية بيضاء هذه طبعا حتما بدها زرع قرنية غير عكوس ليش؟ لأنه الندبة بلحمة القرنية شو؟ هي فبرين وليست مثل زغارة القرنية بتترمى شو شايفين هون يلا شفتوا حسن وين صاير القرحة؟ تحت الجفن العمود بس
لكم. شو بتأثر الشروح هون؟ شو بس؟ طيب وشو شايفين؟ تواعي بالمحيط. في تواعي على شو صحيح أنتم؟ لا. هذه الأوعية أصدق لا. هذه معلقة هي بالمنطقة. فإذا شو شايفين كمان؟ احتقان. احتقان حوفي للكرات والاحتقان حوفي وخف باتجاه المحيط. شو كمان شايفين؟ شو شايفين؟ هذول من الكاميرا تبعي. هذول بيقيسوا المسافة. شو شايفين كمان؟ لا هاي برات العين اللي كانت مستمرة لهون شايفينها كيف طالعة هاي شو؟ رمص اسمها رمص فزر خطير طيب شو بيشكي المريض؟ ألم شديد خوف من الضياء تشوش بالرؤية شو من الأسباب دائما هدول ثلاثي ألم ما تشنج الأسفان هذا بيجوا معي في تربيت شديد للعين بكثير حالات يعني أشوفوا ألم خوف من الضياء تشنج الأسفان هذا الثلاثي بيجوا معي والرمص اللي شايفينه ما شو العلاج؟ أنتوا شو شفتوا هالمريض؟ أنتوا بالعيادة لحالكم شو بتعملوا؟ صدق ماشي صدق ماشي صدق ماشي صدق حصد ناخذ زرع ليش ناخذ زرع ما نبلش في مأساه كبيره بالعينين الطبيب بكل بساطه وبكل قلب شو بيروح كاتب الدواء ومع السلامه بلش المريض يقطر بيرجع ثاني يوم بعد ثلاث ايام بموضوع اسفل الجرثومه معرض الصاد اللي انت اعطيته شو بدك تعمل؟ تجي تقول عمل زرع مزبوط؟ وتحسس تيجي بتعمل زرع بيجي المخبر يقول لك لا يا دكتور نحن ما بنقدر نعمل زرع والصاد تبعك معطى بالعين بدك توقف العلاج 24 ساعة وتترك مريضك هيك بالهواء تحت رحمة الجراثيم التي تفتك بالقرنية 24 ساعة بالعلاج وبعدين تعود تعمل زرع وتحسس فإذا شو الغلطة؟ كانت لما مسخنا الألم وبدنا نكتب مضاد حيوي شو لازم؟ نحط الألم بنذكر هذا الموقف شو نعمل؟ مسحة وزرع هلا في سؤال يسألوه للطلاب المختصين بالعينية بفحص البورد السوري وسواهم بيقول له كيف بتعمل زرع؟ بيقول له نجيب الأنبوبة اللي فيها قطنة وخشبة بعمل هيك ومسحة هلا الجرثوم لما يكون بالبطن ومعبى وعم يتبلبل هذا غير ما يكون بالعين صار زليل فهي القطنة بتكتر الجراثيم تبعات العين لأنها قليلة فلا ما بيصير نستعمل نحن كيف بناخذ المسحة تبعنا؟ بناخذ أداة خاصة سباتولا مع تنين معقمة وبنمسح إذا ما متوفر بناخذ راس إبرة أنسولين ممكن حتى تشفر مشرط شفرة مشرط معقمة تواكب معقمة بيقطوا في قدوم الجراح بنعمل مسحة ونحطها وين على أوساط الزرع فورا ما نحطها بقبوبة وبعدها ساعتين ثلاث ساعات نخبر بالموم على الطريق إذا نحن بناخذ المسحة وفورا بنحطها بأوساط الزرع ويفضل أن تكون الأوساط السائلة تي أو تي كلورات لأنها هذا المرق شو بيحطوه بيحفظوه بحرارة جسم الإنسان فالجرثوم شو بصير يتكاثر في هذا الوسط ويمكن استقصائه فشو بنحطه بوسط شو مكثف ونتركه محطون 24 ساعة ما بين شيء 48 ساعة بضل أسبوع حاضرين أحيانا بعض الجراثيم يومين لثالث فبنشوف عكر في المرض اللي حاطين أنبوبة في المرض ف نحن الأداة تبعنا بنغمسها جوا قلب المرض طبعا ما لازم ندور بحواف الأنبوب لأنه نزعنا التعقيم الجراثيم من أين ناجح نحن بدنا بس هالسباتولا او الابره الانسولين لمسه هيك جوا بالسبائل ونطلع ونستقر او بنحطه على الاوساط الجافه للزرع فورا مباشره وبصير الاثنين وبنراقب النتائج وبنشوف ببين معنا الجسم وبعد هيك بنعمل
وبعد ما عملنا الحركة فورا شو قبل ما نطلع من الطابق تاعي السنة نرجع بقى على القلم تبعنا ومنثر واضحة وواسعة وطيف ويستعمل المريض العلاج كل ربع إلى نص ساعة في أول البداية وبعدين بنصير نخفف شوي شوي مع تحسن السيطرة على المرض عم يتحسن نتابع بنفس الصاد اللي بلشنا فيه ونخفف نصير كل ساعتين مع التحسن ثلاث ساعات مع التحسن حسب شدة التحسن ونستنى في العلاج 10 أيام أسبوعين اللي هو إذا ظهر بالزرع إنه الدواء تبعنا التحسس ما هو المفيد شو نستعمل الدواء اللي طلع بنتيجة الزرع من غير ويمكن للطبيب أن يحضر القطرات ممكن يوم من الأيام يجيب المريض حامل أناني قطرات وملزق عليها بلاستر ومكتوب عليها أي نوع أي شيء هاي قطرات الطبيب يعني يوم يحضر كيف بياخذ القطرات السوائل اللي موجودة بالفلاكونات تبع والأمبولات تبع المضادات الحيوية المعدية للحقن بالعضلة أو الوريد وبيمددها بحسب جداول خاصة موجودة عنده لإحصاء على قطرات مركزة شو القصة؟ القطرات العينية التي تباع في الأسواق كلها مخففة وممددة بشدة ليش؟ لأنه العين عنده حساسة ما بيتحمل التركيز العالي من غير يتحملها العضل وأما لما يكون عندنا التهاب التحمل الجرثومي نستعمل هذه القطرات بكل حرية وبالتأخير وبزيادة ولكن لما يكون في قرحة وهي تهدد البصر نحن شو؟ مضطرين أحيانا نستعمل القطرات اللي اسمها شو؟ فورتيفايد آي دروبس يعني القطرات المركزة فبناخذ مثلا جنتا مايسين بناخذ منه مثلا ربع ومدد الباقي قطرة دماء اصطناعي بنخلطه مع قلب القطرة وبصير يستعمل المريض شو صار التركيز؟ 10 أضعاف من موضوع القطرة تمام؟ هذه اسمها قطرات فإذا شفتوا المريض معه قطرة بزع عليها بلاستا ومخربش عليها لا تكتبوا له اياها قولوا له يراجع طبيب العيون تبعه يشوف شو انا وجود ما تحسن حتى احيانا مضطر يغير وكذا وشو بنحضر القطرات بنستعمل الباقة المحسنة سكتة ستين أميكاسين بس يعني هاي المفرمة تطلع نتيجة سريع؟ ممكن إذا لقينا قرحة مرعبة ما بدنا نستعمل القطرات ممكن نبلش بالقطرات المقوى وبعدين نشوف النتيجه ممكن نعمل قطرات مقوى مختلفه او نستمر فيها حسب نتيجه الكسر عمرها ممكن نحن احيانا فعلا نبدا طولي بالقطرات المقوى قرحه كبيره مرعبه كذا ما بلش بالقطرات تطلع فبنكتب له قطرات مقوى حدا عنده اسئله؟ دكتور احنا وقت ناخذ عينه من الزرع ما في ارتكاس المريض قد يسقط لكن طبعا هذا العينه ما تعملوها وهذه العينه بيسويها طبيب العيون على المصباح الشقي باداه سباتولا كبيره ممكن يستعمل الابريك بطريقه فنيه بحيث ما يجرح العين او المشرط بحطها هيك ما بيوجع العين بحطها بشكل بيمر هذا عنده اسئله؟ ايوه شو هو الرمص؟ الرمص purulent discharge بالإنجليزي هو مفرزات قيحية يعني مو مفرزات مخاطية شفافة اللي بتفرزها العين بالحالة العادية في ناس بيمسك هيك بيطلع خيط مطاطي هيك شفاف هذه المفرزات المخاطية الطبيعية تبع العين بيصير لونها أصفر وأخضر حيشو صار